واكيد يا كابتن غاده كان ليكي دور، يعني انت يعني الله اكبر عليكي، يعني وانت لعيبه عملتي اسم كبير جدا، وده اللي خلى النادي الاهلي عايز يستعين بيكي كمان في الجهاز، يعني ما رضاش يبقى تبعدي عن النادي، لازم تكوني موجوده، وجودك كمدرب عام وانت كابتن الفريق فتره من الفترات اكيد ده ادالك افضليه، اداكي فكر مختلف عن اي فرد في الجهاز، لان انت كنت طالعه من الفرقه دي. كلميني عن تجربتك دي بقى من اللاعبه او كابتن الفريق لمدرب عام. طبعا اول حاجه يعني الحمد لله الموسم السنه دي كان كبير واخدنا بطولات زياده. صحيح. يعني 3 سوبر افريقي لاول مره، فدي كانت حاجه اضافه للفريق. انا طبعا قريبه منهم، فدي اكتر حاجه كانت كابتن مساعداني مع الكابتن، بحاول اوصل وجهه نظر دايما اللعيبه، بيبقى اقرب هما بيتعاملوا معايا ان انا زيهم، فدايما الفكر بيبقى قريبين قوي، فبحاول بقدر الامكان اترجم الكلام ده ويطلع لكابتن زولا. فكنا بنحاول نوصل لنقطة متوسطة بين الفريق وبين الكابتن. طبعا هو كلاعب كان الموضوع بالنسبة لي أسهل. أسهل. هي يعني أنا بصراحة اللعب بالنسبة لي أسهل. أنا بصراحة يعني الإجابة دي أو الجملة دي الحقيقة هو يعني أسهل. أنا شايلة مسؤولية نفسي كلاعب مستوى، وشايلة أيوة. مسؤولية الفرقة في اتجاه الفرقة. ككابتن فريق. بالظبط. بس النهاردة دلوقتي أنا مسؤولية تدريب، لازم ابقى شايفه ال 20 او ال 24 لعيبه معايا، حالتهم، طريقتهم، النهارده كويسين في التمرين ولا لا. الكابتن دايما على طول بنحضر احنا مثلا دول، مثلا حضرتك قلت ان في ناس كبيره في المنتخب، طب هنعوض ده ازاي؟ فبنطلع مثلا الناشئات وبندخلهم جوه التيم الناس الكبيره، بنشتغل معاهم بطريقه مثلا مختلفه. فكل ده بيحتاج تفكير اكتر، كانت اول التجربه ليا. فالموضوع برده كابتن سولا وكابتن اشرف بصراحه ساعدوني في جزء كبير من الموضوع ده، ان انا اقدر اعمل شيفت كده على طول وادخل في موضوع التدريب، تخش في المود على طول. بس على فكره انت مهدت لده بدراسات، انا فاكر لما عملنا لقاء مع بعض. هو انا ان شاء الله يعني يعني انا دلوقتي في مرحله الدكتوراه ان شاء الله، يعني فاضل لي شهرين واناقش. احنا قعدنا مع بعض عملنا لقاء بعد الماجستير على ما تذكر، صح؟ بالظبط كده. طب فكريني معلش، الماجستير كان فين؟ كنت عامله بروفيل بدني ومهاري ونفس الحراسات المرمى. افتكرت حاجه زي كده. صحيح صحيح. وحاليا دلوقتي الدراسه بتاعتي في الدكتوراه عامله سرعه ادراك بصري مع عناصر لياقه بدنيه برضو لحارسات المرمى، يعني انا واخده جزء لحارسات المرمى عشان هم اقل دراسه في الـ في في, في الهاند بول، يعني كله بيتجه لحته الطريق الاصعب. بس طبعا انت ليكي خبره كحارس مرمى. انا بالظبط. فادي وغير كده طبعا في الفرقه معايا بيساعدوني طبعاً. فالدنيا كانت كويسة بالنسبة لي في الناحية الدراسية. وكمان السنة دي الحمد لله مع كابتن أشرف وكابتن زولا أخدت الترقية بتاعت دورة الدي. الدي يعني اتنقلت من السي للدي، صح ولا؟ من ناحية الدوري. اتنقلت من السي للدي. من تبع الاتحاد الدولي. ما شاء الله عليك. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، يعني مشروع، يعني مدير فني قادم بقوة. يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله.